اليوم نتحدث على الافتتاح الجديد بمحطة طرقية الرباط مسافرين. الحمد لله حسن الشرف أننا عندنا واحد المحطة من العيار العالمي، يعني تعد من أحسن المحطات الطرقية بإفريقيا بإذن الله. وهذا الشيء اللي بغينا حنا، هذا الشيء التطور والتكنولوجيا، هذا الشيء اللي باغيين فيه. هي المشكل اللي واقع حاليا أن ذوك المستخدمين من طرف شركة المحطة الطرقية بالرباط ما عندهمش كفاءات، ما عارفينش المدن. الأغلب لابليبار ديال المستخدمين هنا الدريات جابوهم من فورماسيون، داروا لهم فورماسيون جابوهم، ما عارفينش المدن. راه كاين شي مدن ما يمكنش تعرفها، مثلا كتمشي لنا واحد ديال الصويره، راه كاين الزمام، راه كاين بيركوات، كاين سبت كزوله، راه صعيب باش ان البنت تعرف ديك الطريق. ولا مثلا غنمشي ثاني لنا واحد ديال الخنيفره، مريره، اداروش، هادشي ما كيعرفوهوش. لذا حنا كطلبنا من المسؤولين ماشي انهم يديروا شي حاجه فوق الجهد ولا فوق الطاقه، هي ياخذوا الدراري اللي عندهم كفاءات اللي عارفين، دراري نقيين زويونين عندهم الوليدات ديالهم، حطوهم هي اللي مساعدة هاد الأشخاص حتى يتم التعرف على جميع المدن المغربية. راه ماشي جميع المدن المغربية اللي مكتوبة لك الرباط دار بيدهم، راه كاينين مناطق ما كيعرفوهمش الناس، كيدوزو عليهم الحافلات. هذا هو المطلوب، وهذا هو السبب العرقلة حاليا في هاد المحطة. لو كانت أن الشباب اللي جايبين المستخدمين عندهم كفاءات وعارفين المدن المغربية ما تبقاش هاد العرقلة. وهذا هو السبب الرئيسي، كنطالبوا من الناس مسؤولين ومن موالي جهة الرباط سلاز المرزعين يتدخل ويشوف الناس اللي عندهم كفاءات ويدخلهم لمساعدة تسير هذه المحطة. راه مسألة بسيطة، راه ماشي غتشدو غتردو محامي ولا وكيل مالك ولا غتردو مهندس دولة، تاخذ منه الكفاءات اللي عنده، يعني اللي يستحق يخدم يخدم، اللي ما يستحقش مش بحاله. وهذا هو المغزى من الأمر. حنا ما كنطالبوش الدولة أن تدينا شي حاجة ما كايناش فوق الأرض، حنا راه مواطنين عاديين وكنطلبوا السلم ومسالمين ومغاربة حتى النخاع، وما عندناش المشكل. يعني حنا باغيين نساعدوا في التسيير، حيت هذا القانون اللي جابوا لهذ المحطه جديده واحد العيار عالمي، صعيب باش ان الناس تستوعب النطاق العام اللي كاين دابا. لو كانت ان شركه وحده اللي شاده التراب الوطني ما عندكش مشكل راك تسيرها، ولكن راه كاين هنا اعضاء. كل شركه باطون كتلقى عنده ثلاثه جوج كيرا اربعه خمسه، غيكون واحد اختلاف. حنا راه مزيانه لينا وان المواطن غيولي عارف، ما غيبقاش يمشي ليه رزقه وغيقطع عن طريقه عصريه وفيها العصرانه وما يكذب عليه حد، ما غينصب عليه حد. متفق معكم، ولكن خصنا الناس اللي عندها كفاءات تعاون تزيد تساعد. هادشي اللي كنطلبوا من الدوله وما كاين حتى شي حاجه. كما انا سائق في هذا الدومين هذا ديال الحافلات، بالنسبه للمحطه رائعه، بالنسبه للبنيه التحتيه محطه ما عندي ما نقول، برافو، محطة تقريبا أحسن محطة في إفريقيا. ولكن بالنسبة للتسيير، التسيير هو اللي مشكل. التسيير خاص الناس مختصين في هذا المجال هما اللي خاصهم يسيروا، تيوك الراجل المناسب في المكان المناسب. حكاية المشكل ديال الترونسبور صعيب في التسيير، علاش؟ كاين ربع ساعة تقريبا فيها ثلاثة الكيران، خاص كل كار تعطي حقه، فهمتي؟ مثلا اليوم كار ديال شركة بروند ديال الصويرة ما مشاش، قطعوا ليه بلاصة وحدة. الفواياجور هما كاينين ما لقاوش الهضر معاهم، الشيفور الكارت هو تالف، الفواياجور تالف، مول الكارت هو تالف، ما هو منكو دابا ديبار ديال الشركه. علاش؟ من التسيير ماشي هو هذاك، علاش هاد الكار غير منك مثلا؟ ما عمر منك تكري، ما عندك ليان ديالها، ولا اله الا الله محمد. طلبوا الله هاد الناس اللي مسؤولين يشوفوا شي حد اللي حريفي في هاد الدومين، على الاقل يساعدهم واحد 3 شهور ولا 4، تعرفوا السيستم ديال الخدمه كيفاش دايره، البروغرام ديال الخدمه كيفاش كي. نظام المحطه راك شتو كيفاش داير؟ دخلت دابا يا انايا كيف ما قلت السيد باش نقطع الكازا، لقيت ان الكار باقي ما جات، تسنى الكار من الصباح وانا كنتسنى الكار باش يجي هادي يقطع لك تيك. يعني خص ضروري شويه نظام الداخل بارابور محطه القديمه، كنتي كتجي كتدخل كتركب كتمشي كتقضي غارات، كنتي كتمشي كتمشي للشبه كتلقى الكيران على الجهه ديال كازا الرباط تما بغيتي تمشي كاين. دابا هنا باقي النظام ما كاينش، المحطه القديمه راه مشيت حتى المحطه القديمه ورجعت تجي تنجري هنا، قالوا لي راه الله تفتحات، مشينا لقينا النظام والو، والتجهيزات كاينه تبارك الله، كنشوفوا كل شيء، كشي كل شيء تبارك الله زوين، ولكني باقي النظام ما كاينش شي نظام اللي مزيان لداخل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.